حاجات كلنا ممكن نختلف عليها عادي، بس في حاجات برضو بنتفق عليها عادي جدا، وهي مثلا صورة زي صورة ناصر الخليفي رئيس شركة بي ان سبورت. كلنا اول ما بنشوفها بندعي كلنا دعوة واحدة بس، ايه اللي تكسب ولا تربح؟ هو باريس سان جيرمان ما ياخدش دوري ابطال طول عمره. الدعوة دي اول ما بتشوف صورة ناصر الخليفي او بتشوف ناصر الخليفي على شاشة قدامك، لانك بتفتكر اللي هو عامله فيك كمواطن عربي من البهدلة في الفرجة على الماتشات من خلال التشفير ومن خلال اشتراك بي ان سبورت. هي الموضوع قديم، وكان في الشيخ صالح كامل رحمه الله عليه بتاع الاي ار تي، ودلوقتي بقى فيه قنوات سعوديه. بس احنا قدامنا باشا ناصر الخليفي. ناصر الخليفي بقى له فتره عمال يزود اشتراكات بي ان سبورت، فكلنا يعني كلنا بندعي على باريس سان جيرمان، بحيث اللي هو ان شاء الله باذن الله مش هتشوفه خير ابدا طول ما رئاسه النادي قطريه، لان ناصر الخليفي طول ما هو موجود صعب ان احنا نتمنى التوفيق ل باريس سان جيرمان. حتى لو باريس سان جيرمان في ميسي الموضوع صعب برضه، لان لو حبينا نتكلم على الفرقه فنيا فالفرقه بسم الله ما شاء الله يعني هي نجوم، بس مش فريق كوره. بيفكرك كده بالجلاكتيوس بتاع ريال مدريد، زين الدين زيدان على روبرتو كارلوس على لويس فيجو على رونالدو، وفي الاخر تبص على المحصله النهائيه هتلاقيهم تقريبا خدوا كاس، كان معاهم بيكهام وكان معاهم سالجادو وكان معاهم كاسياس، وكانت ليله كبيره قوي سعادتك. شوف الاسامي ده عظيمه قد ايه، بس كان جلاكتيوس فاضي قوي. انما لما تتكلم دلوقتي على باريس سان جيرمان، نيمار وميسي ومبابي وتلاقيهم بسم الله ما شاء الله طلعوا من دور 16 في كاس فرنسا وخسروا السوبر الفرنسي، وطلعوا من دور 16 في دوري ابطال اوروبا، اللي هو رحت تجيب ميسي عشان ياخد دوري الابطال، راح السنه دي طلع لك من دور 16، اللي هو الباشا كان بيطلع معانا ببرشلونه في دور 8 عادي، لا دلوقتي بقى خدها من البدايه وطلع من دور 16. بس التصرفات اللي حصلت بعد الماتش كانت اكتر بكتير من اللي حصل جوه الماتش، لان ناصر الخليفي اتقال ان هو بعد المباراه دخل اوضه الحكام وهددهم بالقتل على طول كده، دخل اوضه الحكام وهددهم بالقتل على الجون اللي جه في دوناروما، في حين ان الناحيه الثانيه دوناروما ونيمار كانوا ماسكين في بعض في اوضه اللبس علشان خاطر نيمار بيحمل دوناروما الهدف الاول وضربه، دوناروما مسك فيه واتخانق معاه وقال له انت سبب الهدف الثاني اساسا، اللي هو بسم الله ما شاء الله. طب بوتشيتينو فين؟ والله بوتشيتينو قاعد يتفرج يا باشا، يعني زي المرحوم كيكي كده لما كان بيتفرج على اوضه اللبس بعد 8-2، الدنيا بالنسبه له كان مستخبي واخد ركن بعيد وبيقول لك يا رب الحاج ناصر ينساني وما يمشينيش. بس على هتروح فين انت؟ كده كده هيمشيك ولازم تمشي اساسا يا بوتشي، لان انت فكره انك تمسك فرقه فيها مبابي ونيمار وميسي كبيره قوي 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 عليك. تهاجيم انور اشرف حكيم الاوفر دي كبيره قوي بصراحه، بس هقول لك ايه، يعني ما انت لو هاجمت بالباك هتلاقي الهوب مش هيرجع، هتلاقي الدنيا ضربت بالنسبه لك، وانت مش مدير فني عندك شخصيه قوي انك تقعد نيمار او مبابي او ميسي على التكه. انت على الله حكايه، انت كنت ماشي يا باشا مع ديلي الي، يعني هو كان عايز يجيب له ديلي الي راح جاب له ميسي، اللي هو راجل حرفيا متفاجئ باللي حصل معاه باريس سان جيرمان. بس اقول لك حاجه، انا مبسوط بصراحه، لان واضح ان ناصر الخليفه هيتحط عليه جامد، بس هيتحط عليه جامد في الفلوس. بس برضه تقعد تفكر فيها بالعقل كده، ما هو ناصر الخليفي لما الاتحاد الاوروبي يفتح معاه تحقيق وفي فعلا كلام اتقال ان الواقعه بتاعه تهديد الحكام متصوره، ناصر الخليفي هيغلل الاشتراكات بتاع بي ان علينا اكتر ما هي غاليه اساسا، اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني اللي هيدفع من هنا الاتحاد الاوروبي غرامات هيلموا من هنا من الناس اشتراكات، اللي هو بسم الله ما شاء الله يعني ما بيخسروش اي حاجه الناس دي. بس كان في كلام كبير جدا ان الشبكه بدات تدور على فلوس السعوديه عشان خاطر كان في كلام بيتقال ان الشبكه هتبيع 25% من الاسهم بتاعتها، ففي ليله كبيره قوي موجوده داخل مجلس اداره بي ان سبورت، وفي ليله كبيره موجوده داخل مجلس اداره باريس سان جيرمان، اللي هم سبحان الله فيهم شخص واحد بس اللي هو عم ناصر الخليفي، اللي مفترض ان ناصر الخليفي كان بيقول ان هو هيبيع باريس سان جيرمان لو ما خدش دوري ابطال. بس ما توقعش بصراحه ان هو ممكن يبيع باريس سان جيرمان بعد ما جاب ميسي وجاب سيرجيو راموس، وحتى كمان السنه دي هيسيبه امبابي، فامبابي هيسيبه من هنا وهو هيجي يرفنا احنا من هنا ويقول لك امبابي مشي وخسرت دوري ابطال هعلق عليكم اشتراكات. بس يا معلم انا كده كده قاعدين للفايدات وقاعدين للقنوات المشفره الشيرنج وقاعدين للحاجات دي، طول ما انت موجود هنفضل ندور على الحاجات دي. لو انت برضو مش موجود هنلاقي الجماعه السعوديين اخواتنا وحبايبنا راحوا خدوا الماتشات وبيبصوها مشفر عادي، وبرضه هنلاقي اخواتنا في الامارات راحوا خدوا الماتشات على شبكه ابو ظبي وهيبصوها عندهم مشفر عادي. بس انت معانا لحد دلوقتي، لما نيجي للناس دي يبقى حلها ربنا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فادعي لناصر الخليفي ان ربنا يكرمه ويطلع من موضوع الاتحاد الاوروبي ده سالم غانم عشان ما يكترش الاشتراكات بتاع بي ان سبورت عندكم. لو انت مش مصري اساسا وسعر الدولار ما فرقش معاك، هتلاقي ناصر الخليفي يوصل لك الاسعار عاليه برضو عشان خاطر الدولار فرق معاك، ما فرقش معاك الاشتراكات هتعلى. انما احنا هنا في مصر من بعد الحرب بتاع اوكرانيا وروسيا والعيش معالي، حتى اشتراكات بي ان سبورت القديمه الناس مش هتدفعها، الناس عارفين هتروح تجيب الفلوس بتاع اشتراك بي ان عيش، بس يا رب العيش لسه ما غليش.